مرحبا، اليوم جلسة زين خرج، وطبعا داري ساعدني الله يعطيك العافية. الحين انا جالسة ازين سلسلة النظارة اللي يجي زي كذا، ما ادري شو اسمه بس خلينا نسميه سلسلة النظارة. اوكي يلا. المفروض يكون يعني سلسلة النظارة يكون هنا النظارة والسلسلة كذا. حق العيد هذا شوفوا الوانه ما احلاها. زي طب يلا غالي نبي يدين بسرعة خارقة. طبعا ضاري اخذ جهة وانا اخذ جهة. من متحمس للعيد؟ انا اكيد، بس متحمس على الساعة على الجزمة وعلى اللبس. انا على الشنطة والعيديات والعيديات والفلوس. اذكر اصدقائي كانوا يقولون اللي جمع 150 ويجمع. انا اذكر بالعيد اللي قبل ما يمكن 100 وفوق. انا ما اعرف، انا نسيت، بس اذكر انه كل درجي كله مليان شوكولاتات. انا بعد شوفوا درج كبير يمكن هذا كبره. طيب كل الشوكولاتات وحصلتي يمكن فوق المية. بس ايش سوينا بعد العيد؟ ماما نبي نروح لميتك او ميليسو، رحنا صورنا هناك. طبعا الفيديو ذاك اللي اخر مره صورناها ميفك مدري من يسو. المهم رحنا نتقاضى وقيضت ام المية حقت العيد. اسمعوا، تحبون الخرز ولا اللوحة الماسية؟ ايش احسن؟ خرز لوحة ماسية. اللي يقول خرز يروح هذا الجهة، اللي يقول لوحة ماسية يروح هذا الجهة. اوكي ياسر كذا. اوكي والله نصهم راحوا الخرز. لا نصهم راحوا اللوحة الماسية. لا شوفوا كلهم نصهم راحوا الخرز. لا كلهم راحوا اللوحة الماسية. لوحة ماسية. بقول لكم شيء، اسمه عيد الأضحى اللي قبل أنا رحت بخالي خالد، كلنا يعني ثلاثة، وطبعا ذبحنا الذبيحة وقعدنا ناكل، يعني اجتمعنا أنا وخوالي وخالاتي وزي كذا. إلا إحنا أنا ونوت وضاري وولد خالي. طيب بس قلنا إحنا ما بنشتري الضحية. إيش قلنا؟ قلنا ناكل كورنفليكس بالمطبخ على الأرض. الكل شكلنا يضحك بالظلمة وقاعدين نسالف. والله يضحك المكان كان. والله ظلمة وقاعدين على الأرض وناكل كورنفليكس وخوالي وخالاتي ياكلون ذبيحة. طيب اسمعوا بقول لكم بعد شيء، ذيك المرة رحنا احنا شاليه خالد. طيب رحنا وكان يعني في مسبح، وكان ولده يعني بيسبح وهو بيسبح يعني خالي بعد عشان ينتبه لنا. اللي ينتبه لولده. طيب بعدين احنا عاد ودنا كذا نسبح زي كذا بنصور فيديو. اللي تعرفون البالونة اللي نسأل سؤال بعدين نفكشه، هذا الفيديو كنا بنزينه. فجبنا ملابس احتياطية نلبسها إذا جينا نصور ونفقش عشان يطلع الموية، نفقش البالونات ويطلع الموية. بعدين نغير ملابسنا ونلبس الفساتين. طيب احنا كان علينا فساتين قبل ما نصور بساعة ساعتين مدري ثلاث ساعات زي كذا. طيب ضاري ونوت وانا دخلنا رجلينا بالمسبح وقعدنا نتفرج زي كذا. ضاري راح اقنع ماما قال لي تكفى ابصخ ملابسي لانه يعني ولد عادي وبينط على المسبح. ماما قالت ايه، واحنا انا ونوت قالنا نقنع مدري وشو ان نسبح بفساتيننا اذا طلعنا نلبس الملابس اللي كنا بنصور فيها عشان المويه، وبعدها نركب السياره وعلينا مويه عادي ما همنا ونرجع البيت. اهم شيء نسبح. بعدين امر خالاتي يقنع ماما ومدري وشو لمين وافقت وطبينا بالمسبح. تخيلوا اسبح علي بستاني. نوت مش انت يجيلك على كذا اتوقع نوت يجيلك الماكلة. لا نوت هنا انا هنا. ضاري لا وين اصلا ما يلبس انا ما اسبح برجله. انا نوت نمشي فوق المسبح نمشي. صالح لبس اللبسة حقت كذا ريق حقت السبح وانا لصتك. وانا بغيت اغرق. يوم ماما بتصورنا النوت انا كنت بنط وصلطيت ما ادري كيف خربت الطايحه. بعدين مسكني خالي ضحكت عليك قوي. لا انت تضحكين وانا ميت خوف. اكس بوكس كيوز مي ترى مو ايش رايك في موضوع الجوال لسه امسك نفسي. اذكر انك قاعده تقلبين على الجوال تشوفين. انا ما شفت حق الصور. انا ما شفت.
وانتهينا. بس لازم نزيل التطفيلة اللي على النظارة، عشان للأسف الشديد إنه ما أعرف، عشان كده علي الاستعانة بصديق. الصديق هو نور. ممكن تساعديني؟ طيب نساء، شوفي أنا بزين جهة وأنت زين الجهة. أوكي بس بطلع التكفيرات العلاقات. طيب جيبي لون أسود عشان يناسب النظارة. أبشري. هذولي هنا زين، شوفي الحين ابى اطلع اللي نحتاجه. تبين دوري التكفيلات كبار ولا صغار؟ اصغر. اخذت هذه، ابى بجرب اني احطها على هذه. تدخل ايه؟ تدخل زين. طيب زيني معي يا ميسو، خذي هذه ركبيها. لازم ميسو تتدربين كيف تفتحين القفل. ايوه يس الحمد لله. الحين ناخذ هذه الكبيره احسن. هذه هي صح؟ حلقه. اي حلقه كبيره. انا بفتحها عشان ميسو اظافرها ما تحب. تبين انت تفتحين؟ اي بجرب. كذا امسكي، شفتي هذه فتحات سيدتي زي كذا. يلا يلا. او فرقي بينها. تفرق بينهن اصعب كذا. حجي الصيدي زي كذا. فتحناها، شوفي احطها على هذه الفتحه الصغيره صح؟ اي تحطين على هذه ولا تسكرينا. الحين جهزناها ثلاث قطع، هذه التعليقه وهذه التكفيله وهذه الحلقه. ناخذ الخيط وناخذ هذا الشيء، تعرفونه كذا شكله، ندخله من هنا، نخلي هذه مفتوحه من على فوق. شفتوا؟ اي كذا صح، من هنا اللي برا صح. بعدين ندخلها اخر شيء ونسكرها. سكريها. قفلنا. وريني اياها عن قرب. هذه العروة، ما ادري وش، المهم انها موجودة يعني في البتل الاكسسوارات. ناخذ هذه، صح ان فتحناها، سكريها وندخلها بذي الفتحتين الثنتين اللي كذا، تشبكونا بالتعليقة. ايه ممتاز. ايوه شبكتها. بعدين ناخذ الزرادية ونسكرها، نقفلها بالزرادية عشان ما يطلع شيء. ونروح الثانية بعد هذه الحلقة، ما ادري ايش اسمها اللي دخلتوا في بطنها، نضغطها بأقوى ما عندنا عشان تتقفل وما يطلع الخيط منها. أبوريكم الأداة اللي وصلت بين الخيط والتكفيلة، يعني تدخل نوت الخيط هنا في الوسط في البطن، هذه الأداة ما أدري شو اسمها، تدخلها من الوسط في البطن، هذه الفتحة اللي بالوسط، وبعدين تضغطها كذا. ها تسكرها، لحظة أوريكم. أوكي هذه الحلقة تشبكها مع الحلقة اللي موجودة في التكفيلة، وبعدين تجيب الزرادية وتضغط هنا في البطن. شفتوا هذولي البطن المنتفخ، تضغط قوة. ليش؟ عشان تضمن انه ما يطلع الخيط ان شاء الله. الحين اوريكم بضغطها وابوريكم شكلها. هذه نوت تضغط لكم عشان تشوفون عن قرب. ايوه نوجت خلاص، ضغطتها جدا جدا صارت مرعوصة، صارت ساندويتش مرعوص. تفضلي اختي العزيزة. شكرا. قص الخيط. الله ما شاء الله تبارك الله، يجنن. تكشخين بوب العيد والمدرسة ان شاء الله.
بجرب دقيقة. نلبسه. شو رأيكم؟ حلو؟ مرة حلو. عجبكم؟ جميل. مفتاحة. ميكسو. عصير كبير. وش هي؟ زيت خمسة. أفتح عيونك. واو. شوفوا صورة من ظهري، شو رايكم حلوة؟